في هاي الحلقة راح أخذكم في مختصر تاريخ الفلبين القديم والحديث، وراح أحاول أني أعطيكم تصور واضح للمركب الاجتماعي والثقافي وإيش العوامل اللي ساهمت في تكوين وتأسيس المجتمع الفلبيني. وراح تبدأ انطلاقتنا من جزيرة سيبو. بدأ التاريخ الفلبيني من هاي الجزيرة لما حطت سفينة المستكشف البرتغالي فرناندو ماجلان عام 1521. وفرناندو ماجلان لما طلع برحلته كانت رحلة استكشافية في خدمة التاج الملكي الأسباني لاستكشاف جزيرة التوابل اللي هي ما يعرف اليوم بجزيرة أندونيسيا. ووصل على جزيرة الفلبين قبل ما يوصل على أندونيسيا، وحط على جزيرة سيبو تحديداً. ولما وصل هون ماجلان نجح بأنه يخضع سيبو لأديان المسيحية. هذا المعلم اللي وراي هو الصليب اللي غرسه فرناندو ماجلان لما وصل على جزيرة سيبو، والكنيسة اللي موجودة وراي هي اسمها سانتونينيو. Anya sa karon si mong mahal nga tubangan naghalad, nagpasalamat, nakatuman sa mga panaad. Ihatag kanimo mahal sa Señor Santo ninyo ang imong bendisyon magabay kana sa adlaw nga tanan. Silang pag-travel nga safe sila. Good health, good work and happy family. Biba, biit Señor mahal sa Señor Santo ninyo. Mama Mary, Señor San Pedro Calungsod, mga santos, mga santa sa tanan, mabangi sa mahal sa Señor Santo ninyo. Sa ngalan sa mahan sa anak ni Santo. Amen. احنا هلا موجودين على جزيرة ماكتان، وجزيرة سيبو هي جزيرة موجودة بجانب جزيرة ماكتان، وجزيرة سيبو هي الأكبر وعليها عدد سكان أكثر، وكانت باعتبارها قوة اقتصادية، ولكن جزيرة ماكتان كانت فعليا هي القوة الأساسية لأنه كانت عليها سلطان مسلم اسمه لابو لابو، وكان جدا قوي لأنه كان مسيطر على كل الخليج اللي بدخل على جزيرة سيبو. فعلى هذا الأساس كان الملك تبع سيبو اللي هو راجا سيبو كان بيعاني من هاي المشكلة. فاتفقوا جزيرة سيبو مع الأسبان بقيادة ماجلان وأقنعوا أنه يغزو جزيرة ماكتان ويحتلها ويخضعها برضو للتاج الملك الأسباني، ولكن لابو لابو رفض. وبتاريخ 27/4/1521 صارت الحرب وتم قتل ماجلان المستكشف الأسباني، وهذا الميناء اللي حطت فيه سفن ماجلان وصارت فيها المعركة بين قوات ماجلان وقوات لابو لابو وقتل فيها ماجلان. وهذا التمثال اللي وراي هو تمثال البطل الفلبيني اللي هو لابو لابو، هم بيعتبروه بطل قومي لأنه بسببه تم تأخير احتلال جزر الفلبين من الأسبان لأكثر من 44 سنة. وتاني حملة أسبانية كانت مهمة هي كانت تبعت عام 1542 اللي كانت من قبل واحد من المستكشفين اسمه روي لوبيز، ومنه تم تسمية جزر الفلبين بهذا الاسم، وكانت مشتقة من اسم الملك الأسباني آنذاك اللي هو الملك فيليب الثاني. والحملة السادسة هي كانت أهم حملة قاموا فيها الأسبان، حملة القبطان لجاسبي، وهذا لجاسبي لما وصل قدر يسيطر على كل الجزر وأخضع جزر الفلبين للتاج الملكي الأسباني، فكانت العاصمة الأولى للفلبين بعد ما قام الجنرال لجاسبي بالسيطرة على جزر الفلبين بعام 1565 كانت هي جزيرة سيبو. وبعدين بخلال 6 سنوات نقل العاصمة لمانيلا وصارت مانيلا هي العاصمة الأساسية للفلبين بعام 1571. قام الجنرال لجاسبي بالأمر بتشييد هذه القلعة اللي هو اسمها فورت سانتياغو، وبدأ البناء فيها في عام 1590 وانتهى بعام 1593. وبخلال هاي الفترة تبعت الحكم 350 سنة بدأ يظهر بعض رموز المعارضة الكثير مشهورين اللي هم يعتبروا أبطال قوميين بالفلبين، وكان شخصية مشهورة جدا اللي هو اسمه خوسيه ريزال، وهذا تمثال الكاتب المشهور خوسيه ريزال اللي تم إعدامه من قبل الاستعمار الأسباني في عام 1896، وهي كانت الشرارة التي أثارت الشعب الفلبيني واستفزته، وتم من خلالها إعلان الفلبينيين للاستقلال عن الأسبان
وإعلان الجمهورية الفلبينية. طبعا لم يتم هذا الأمر لأنه لما شافوا الأسبان نفسهم أنه صاروا كتير ضعاف فعملوا اتفاقية مع الأمريكان وباعوهم جزر الفلبين مقابل مبلغ 20 مليون دولار، وكانت في اتفاقية باريس. فتفاجأوا الفلبينيين بأنه بعد ما خلعوا الأسبان لقوا في مستعمر جديد إجا وأخذ محلهم، وهو كان المستعمر الأمريكي. في الأشياء اللي ضافها الاستعمار الأسباني للفلبين بالمقارنة مع الاستعمار الأمريكي للفلبين بفترة أقصر اللي هي 50 سنة. فعلياً الإنجاز الأمريكي ب50 سنة يتفوق يعني بخيال عن الإنجاز الأسباني 350 سنة. فالأمريكان فرضوا التعليم الإجباري على الفلبينيين، واللغة الإنجليزية أصبحت لغة رسمية بالفلبين، على غرار أنه الأسبان اللي حكموا 350 سنة وما ثبتت حتى اللغة الأسبانية. فهذا بورجيك على ضعف المستعمر اللي ما قدر حتى أنه يعمل نفوذ ويسيطر على هذا الشعب. بس الأمريكان كانوا فكرتهم أنه بدهم يطوروا، حتى أنه قد ما أثر الحكم الأمريكي والاستعمار الأمريكي على الفلبين تتفاجأ أنه اللغة الإنجليزية صارت لغة رسمية، التعليم صار إجباري، البوب ميوزك والستايل تبع الأغاني صار هو الدارج لحد اليوم بالفلبين. فهاي المفارقة كانت بين الاستعمار الأمريكي والاستعمار الأسباني. كان طريق الاستقلال في بعض المرارات بعد الاستمرار بمطالبة أنه الاستقلال والحرية للفلبينيين، الأمريكان انسحبوا من الجزر وتم تسليم الفلبين للشعب مرة أخرى، وتم إعلان الجمهورية الفلبينية رسميا وصارت الاستقلال الرسمي لجمهورية الفلبين في عام 1946. فهي كانت لمحة سريعة عن التاريخ القديم والحديث لجزر الفلبين. شو رأيكم بهاللاجون هاي؟ والله مش عبالي أروح منها بالمرة. وإذا عجبتكم هاي الحلقة ما تنسوا تعملوا لايك وشير على الفيسبوك وسبسكرايب. بنشوفكم بالحلقة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.